فناننا من مواليد محافظة سوهاج عام 1965، كان شغوفا ومبتكرا للفنون منذ نعومة أظافره، فمارس النحت والرسم حتى التحق بالكلية عام 1983. ومن الكلية ومخزون طفولته انطلق نحو عالم الرسم والفنون، فكانت له معارضه المتعددة والتجارب الكثيرة في مصر وفي خارج مصر. إنه الفنان محمد عبد المنعم إبراهيم، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. علاقتي بالفن وبدايتي بالفن بدأت من سوهاج. أنا من مواليد محافظة سوهاج سنة 65. كانت الله رحمها والدتي تقول لي إن أنت وأنت عندك 4 سنين كنت تحب ترسم على الحيطان دايما وما تبطلش رسم، وكنت تروح تجيب طينة من آخر الشارع من ناحية الترعة وكنت تعمل تماثيل وشوش لجمال عبد الناصر وبعدين أنور السادات. الفن في روحي من صغري بعشقه. وسنة 83 التحقت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، وكنت مصر وحلمي من البداية أن أنا عايز أبقى فنان مصور، يعني عايز أخش قسم التصوير. وبالفعل دخلت قسم التصوير، وبدايتي زي بداية أي فنان، بدأت بالدراسة الأكاديمية على أيدين أساتذة كبار وأساتذة أجلاء، الله يرحمه أستاذي الدكتور زكريا الزيني، وكان الله يرحمه الدكتور شعبان مشعل و الدكتور صبري منصور والدكتور سامح البناني والدكتور صابر محمود والدكتور صلاح عسكر، من الأساتذة اللي كانوا بيجوا منتدبين من القاهرة ويدرسونا، تعلمنا على أيديهم حاجات كتيرة. بدأت دراسة الأكاديمية البحتة بدراسة الطبيعة الصامتة ودراسة الموديل ودراسة اللاندسكيب، وتطورت بشكل سريع من خلال كتر الرسم. وكنا الدفعة الأولى للكلية، يعني كنا متعطشين للمعرفة وعايزين نعرف، ما فيش دفعة قبل مننا نتعلم منها، فكنا نحب ننزل القاهرة لما نسمع بمعرض نروح نتفرج على المعارض في القاهرة ونزور المتاحف في القاهرة، المتحف المصري ومتحف الفن الحديث ومتحف محمود مختار، وكنا بنرجع مبهورين من اللي احنا شايفينه. اتطورت التجربة الفنية عندي من الدراسة الأكاديمية الكلاسيك أكاديمي، بدأ يبقى الأساتذة لاحظوا أن أنا عندي حتة تعبيرية في شغلي، فبدأ الاتجاه التعبير يظهر شوية بشوية، وبعد كده بدأ يظهر اتجاه عندي ميتافيزيقي، وكانوا الأساتذة يقولوا الولد ده يعني في حاجة غريبة عنده، بيرسم أشكال فيها استطالة وبيستخدم اللون الاسود. فكان استاذ زكريا الزيني يقول لهم سبوه، هو عارف يطوع اللون الاسود، يعني من كتر الشغل باللون الاسود قدر اللون بيسمع كلامه، يعني عارف يوظفه صح جوه اللوحه. حصلت نقلة بعد كده، نقلة غريبة في شغلي،
دخلت الجيش وكنت في منطقة دهشور. كل اللي أنا شايفه رمل وصحراء، يعني خدوني قوة أساسية في المكان ده، وشايف الرمل والصحراء 360 درجة. المكان بكر، بعيد عن التقدم التكنولوجي ولا العمراني. فبدأت تظهر عندي حالة غريبة، يعني أنا بشوف السماء مليانة بأشكال من السحب، كانت بتسرني إن أنا أرسم. فدورت، مفيش لا ورق ولا أقلام ولا أي حاجة، أنا في جيش وفي صحراء. كانت تجربة غريبة بقى، إن أنا لقيت دفتر قديم مرمي، ونوع من الصبغات لقيته موجود بالصدفة، يعني صبغة ليها كثافة غريبة لما بتتحط على الورق تخليه كرمش من قوتها يعني. وليد فرشة قديمة عند القائد بتاع الوحدة استأذنت خدتها منه، وبدأت أرسم اللي أنا شايفه في السحب، وأرسم الصحراء والأبعاد اللي موجودة. فبدأ يظهر عالم غريب عندي، عالم بدائي، اكتشفت من خلاله أن الحياة البدائية دي شيء رائع. يعني اتمنيت ان انا اعيش الحياة البدائية دي وافضل فيها. يعني رسمت بقى حواء وآدم بعلاقتهم الحسية في المكان البكري ده، وبدأت يعني الاطماع زي ما الواحد بيقول اطماع الانسان تزيد. يعني مساحات الرمل اللي بشوفها قدام عينيا ممتدة دي وبتتموج، قلت يا سلام لو المكان ده يبقى فيه بحر كمان. فبدأت تلين الخطوط عندي، وبيت أرسم مع التلال والرمال دي أشكال خطوط منحنية شوية تمثل الموج وتمثل البحر. وبدأت تخش مع حواء وآدم الرموز التراثية اللي احنا تربينا وعشنا معاها، القطط والحيوانات وحيوانات غريبة والأسماك. بدأت تخش الرموز التراثية، رموز الخير والشر، تلاقي التعبان وتلاقي القطة وتلاقي الكلب وتلاقي الحصان. رسمت مجموعة كبيرة جدا، وكنت نزلت أجازة في مرة، فصديق لي قال لي ما شغل حلو قوي، تعالى نوريه قاعة عرض. فكان من حسن حظي ان انا اتعرفت على مدام شيرو وتشافعي، فعرضت عليها المجموعة، وكنت أنا يمكن الكلام ده سنة 90. كان عندها جاليري، الجاليري ده فيه كوليكشن لأساطين الفن في مصر، الأساتذة الكبار كلهم كانت بتعرض لهم أعمال وتبيعها، وأنا يمكن كنت الشاب الوحيد اللي تاخد شغل منه. عجبها الشغل فخدت كمية كبيرة، وكانت يعني بتسوقها تبيعها وتقول لي يا محمد هات لي تاني، هات لي شغل تاني، شغلك عاجب الناس، في ناس بتيجي من بره بتسأل عليك وعايزة شغل تاني. بدأت بعد كده أعيش مع التجربة دي، خدت استوت وبدأت تدخل لوحات مساحتها كبيرة عندي. يعني بدأت أرسم لوحات مساحة مترين في متر وسبعين تقريبا، متر 73، وبدأت أعيد صياغة أعمال من الكروكيات دي على المساحات الكبيرة. وفي الوقت ده كان صالون الشباب، شاركت بلوحتين اسكتشين من الاسكتشات دول في صالون الشباب الأول، وخدت عليهم جائزة تشجيع في الرسم، وكان إبهار يعني الناس كتير من زمايلي، إزاي أنت تعرض مساحات صغيرة زي دي وتاخد عليها جائزة من حتتين الرسم. كملت في التجربة دي وعدت صياغة أعمال منها على مساحات كبيرة، اتعادت صياغتها باللون، وعند الصياغة باللون موضوع تاني. واستمريت في العمل بهذا الشكل، وفضل يتطور العمل بمراحل كتيرة مرتبطة بالحياة الواقعية، بالواقع الشعبي، بالأحلام، مجموعة من الأحلام بسميها أنا أحلام من الزمن القديم، اللي فيها الإنسان بيبعد عن الحضارة المادية والواقع التكنولوجي اللي أنا بكرهه. سنة 96 بدأت مرحلة تانية جديدة، بدأت أرسم على مساحات كبيرة من الورق متر في 70، مجموعة سميتها فلاش باك، برضو عودة للزمن القديم وبداية الفلسفة وعلاقة الإنسان بقى بالمعبد
والفكر الفلسفي. رسمت مجموعة مهمة جدا من الأعمال، حوالي 26 لوحة. الأعمال دي كنت باخد عليها جوائز في صالون الشباب، يعني شاركت في 10 صالونات، يعني تقريبا كنت واخد في معظم الصالونات دي جوائز، كل سنة كنت باخد جائزة. اتطور بقى العمل عندي بعد شوية، بدأت أشتغل تاني مجموعة من الصبغات وعجائن وأكاسيد بيجمنت كنت أنا بحضرها بنفسي، أكريليك، يعني كنت بقول عليه الأكريليك المصري، أعجن البيجمنت والأكاسيد دي بالغراء الأبيض، ووصلت المرحلة أنا بيت أفهم طبيعة الخامات وأعرف أسرارها. لما تحب الخامة وتجرب بيها كتير بتقول لك على أسرارها. بدأت أشتغل بعد كده بنوع من الحرية شوية فترة، بتعامل مع مسطح أبيض أنا مش عارف أعمل فيه إيه، بسيب مشاعري تطلع على سطح اللوحة في حالة صراع بيني ما بين المساحة البيضة، أنا خايف لا تهزمني، فبشتغل على المسطح الأبيض ده، ما أعرفش هيطلع منه إيه، اللي يطلع يطلع، حاجة طلع من العقل الباطن عندي، أشكال مبهمة مش عارف، بتبدأ تتضح شوية بشوية على سطح اللوحة مع الشغل، يعني مع مراحل العمل. وجات بعد كده مرحلة البعثة، سافرت لأسبانيا لمدريد، قعدت هناك سنتين، حياة تانية، مجتمع تاني، ثقافة جديدة، حياة منفتحة، حب للحياة، بدأت أتعلم حاجات جديدة. درست هناك طبعا كطالب كان لازم أدرس مادتين، المادتين دول أدفع مصاريفهم، وكان في نظام تعليمي رائع أتمنى أنه هو يتطبق هنا في مصر. يعني كان الطالب هناك بيختار المواد اللي هو عاوز يدرسها، وبيختار كمان الأساتذة اللي هيدرسوا له المواد ده كمراسم، يعني كل أستاذ ليه اتجاه معين، سواء كان في كلاسيك أو فن حديث أو، فالطالب بيشوف الأستاذ اللي هو عاوز يتعلم عليه. هو الطالب هناك أصلا بيبقى دارس من صغره، من الحضانة والابتدائي وإعدادي بيكتشفوا المواهب وبينموها، والمتاحف مفتوحة آخر الأسبوع الفين دي سمانة، يعني الناس بتزور المتاحف مش زي عندنا في مصر، يعني في ناس عمرها ما دخلت متاحف، لكن هناك الطفل من صغره بآخر الأسبوع بيروح يزور المتحف ويبقى عارف الفنانين، يعني عارف تاريخ الفن كويس قوي. فالطالب اللي هيخش فنون جميلة بيبقى عاوز بس يدرس الطريق اللي هيمشي فيه، السكة اللي هيمشي فيها على إيدين أستاذ معين. فخدت
بورتفوليو في أعمالي وألبومات صور لأعمالي، وكنت اخترت مادة الجرابادو يعني الحفر الحمضي، وتعلمت على دين أستاذ من أعظم الأساتذة اسمه خيراردو أباريسيو في فاكولتة دي بياس أرتس كلية الفنون الجميلة في مدريد، اللي هي كانت زمان اسمها سان فرناندو، كانت أكاديمية سان فرناندو، اللي درس فيها أساتذة كبار من أساتذة التصوير المصري وأساتذة الفن المصري، منهم على سبيل المثال حامد ندى والدكتور أحمد نوار والدكتور صبري منصور والدكتور فاروق إبراهيم والدكتور عبد المنعم الحيوان، أساتذة كبار درسوا هناك في نفس الأكاديمية سان فرناندو اللي تحولت لكلية الفنون الجميلة تبع جامعة كومبلتنسا اللي هي وزارة التعليم العالي. واخترت مادة التصوير، هما الأساتذة لما شافوا شغلي طبعا قبلوني تماما. الطالب بيختار أستاذه وبيختار المواد، بس مش معنى كده أن الأستاذ بيوافق أن الطالب ده يدرس عنده، لا ده لازم يتعرف على شغله ويشوف، ولو لقي للأمانة أن الطالب ده هيستفاد من وجوده في مرسمه فبيعمل له جواب يقول له أنا موافق أن أنا قابلتك تبقى في المرسم بتاعي وتبدأ الدراسة. أنا اخترت مادة الحفر واخترت البنتورة اللي هو التصوير في أول سنة، رحت مرسم التصوير لقيته مش هيضيف لي حاجة، يعني مع الأسف لقيتهم بيعملوا إعادة صياغة الأعمال من فنانين قدام، وحسيت إن الدراسة في التصوير مش هتضيف لي حاجة، لكن كسفت كل وقتي للدراسة في قسم الجرافيك الجرابادو. اتعلمت أكتر من 20 تقنية على يدين أستاذي خيراردو أباريسيو، ولا كان يعني يتوانى لحظة في أنه يعلم الطلبة بتوعه ويساعدهم برغم سنه الكبير. فاتعلمت كل تقنيات الحفر الحمضي على النحاس وعلى الزنك، وهذه التقنيات أفادتني بشكل غير مباشر في التصوير، وطوعت التقنيات دي الكتيرة اللي أنا اتعلمتها في خدمة التصوير كمان، وعملت مجموعة كبيرة جدا من الأعمال التصويرية. يعني ما كانش حد يحلم انه يعيش سنتين مثلا في مدريد او في دولة اوروبية وينتج الانتاج ده كله بجانب الرسم والحفر. ولما رجعت من أسبانيا كملت المسيرة بتاعتي في الشغل. 2003 كانت حرب بالعراق، رسمت سلسلة من الأعمال سميتها طير أبابيل، اتناولت فيها حرب العراق بشكل رمزي، اتحول طائر الصغير طير أبابيل ده هو للطيارة الغريبة اللي بتهدم البيوت وبتقتل النساء والأطفال والكلام ده كله، بس اتناولتها بشكل رمزي في سلسلة من الأعمال كان حوالي 10 أعمال. وعملت كان معرض، أول معرض عملته بعد رجوعي سميته أيام مدريد، وضفت معاهم ال10 أعمال بتوع حرب العراق أو طير أبابيل دول، وكان معرض عامل صدى كويس جدا وكان معرض مهم. يعني رسمت سلسلة كبيرة من الأعمال،
وكلها بتتناول سباحة بعنوان سباحة مع بقايا من زمن آت. برضو أنا مش عارف مساحة العمل، مساحة التوال أو قماشة العمل البيضة دي أنا هعمل فيها إيه، فبسيب مشاعري تطلع كل اللي جوايا على مسطح اللوحة باللون، بشخبط باللون وبرسم وبهدم وأحذف وأضيف، ويبدأ العقل ينظم المرتجل واللي فيه مشكلة هنا ما عرفش إيه تتصلح إزاي، لحد ما في الآخر بيوصل العمل يستوي ويبقى خلاص القيم التشكيلية كلها متحققة فيه، والانفعال والحس البكري موجود، كل الجوانب يعني تبقى موجودة في العمل الفني ده. أما الآخر أعمال لي اللي موجودة حاليا اللي هي مجموعة من الرسوم، برجع فيها تاني للإنسان وأحلام من الزمن القديم، برجع تاني للعالم البيور البكر القديم بعيد عن الحضارة المادية، علاقة الإنسان بالمبنى الصغير سواء كان معبد أو دار السكن، علاقته بالنجوم، علاقته بأحلام اليقظة، علاقة الإنسان بالأساطير، بالفن المصري القديم والفن البدائي وجدران الكهوف. هتلاقي الرسوم والخط اللي موجودة، أنا أعتقد أن الفن المصري القديم الرسوم المصرية القديمة لو كانت خرجت عن نطاق التزمت اللي كانوا هم ملتزمين به، الفكر الفلسفي اللي كان موجود، وخدت جانب من الحرية، كان ممكن توصل للي أنا رسمته في أعمال الرسوم الأخيرة، حرية الخط والحركة، التكتلات للمباني الكتيرة، القباب اللي موجودة فيها بالبوابات، البوابات الصرحية هنلاقيها في كل الحضارات القديمة، في المصري القديم البوابات المعابد والعمدان، وهتلاقيها في الإغريقي وفي الروماني المعبد الروماني، وهنلاقيها حتى في الفن الإسلامي المباني الصرحية البوابات الصرحية والإنسان اللي بيتضاءل جنبها، الأطلال والخرائب، كل ده رسمته عجنة غريبة، علاقات غريبة ما بين الإنسان وما بين المبنى وما بين الليل والسحاء والقمر والنجوم، خلطة أنا ما أعرفش، وأنا برسم ما بقى مش حاسس بنفسي، أنا بسيب مشاعري هي اللي بتقودني إنها تسيطر على مساحة الفراغ الأبيض اللي هو بيمثل الورق اللي قدام مني، إيه اللي هيطلع منه أنا ما بعرفش، لكن في الآخر بحس إن كل شخصية ترسمت ليها علاقة بشيء في الذاكرة عندي بعد كده، حتى الأشخاص والشخصيات أحس إن أنا بعرفهم، واللي بيشوف الأعمال دي بيقول نفس الكلام، بحس إن الشخصيات دي مرت على الذاكرة عنده قبل كده، أو شخصيات يعرفها أو شافها قبل كده. زي ما بقول تاني، الفراغ والضوء والمبنى الصرحي ده والحيوانات التراثية، يعني هتلاقي الرموز التراثية، هتلاقي الحيوانات موجودة زي ما موجودة في حياتنا دلوقتي، يعني احنا بنمشي نشوف القطط موجودة في الشوارع على السلالم فوق السطح في كل مكان، القطط بالليل بالنهار في الفجر، الكلاب، الزواحف، التعبان ليه تجربة معاه، يعني وبعيش مع يعني عشت معاه فترة طرست منه موجود، كل العناصر دي كلها بتحضر غصب عني جوه السكتش وجوه اللوحة، فدي حكايتي معاهم ومع المكان. يعني بعض الأعمال رسمتها لقيتها بترجعني بالذاكرة لسوهاج، المكان اللي اتولدت فيه، يعني بقيت
يعني حاسس ان انا رجعت لطفولتي وانا عيل صغير. المكان ده شفته قبل كده في سوهاج، البوابات القديمة، الحوار القديمة بتاعت القاهرة اللي انا عشت فيها سنين طويلة، كل ده بيطلع في رسوماتي. الارشات والبوابات القديمة، الحوار القديمة، المباني القديمة، الببان، الظل والنور، تقطعات الظل اللي موجودة بتبقى موجودة في الرسومات عندي. في حاجة مهمة جدا، سنة 90 كان في معرض في قاعة فأتلي القاهرة، وكان زارني صديق الفنان عادل السيوي وقال لي انت بترسم حاجة غريبة، انت في ضوء ابيض بترسمه حوالين الاشكال وبترسم اشكال سلوت بلون ابيض، يعني كأنك قصصها بمقص تلم، محدش عملها قبل كده في تاريخ الفن كله، يعني ما شفتهاش. فعلا دي سمة غريبة موجودة في شغلي، هي انا بسميها عن نفسي الضوء المحيط، الضوء المحيط بالاشخاص، ممكن يبقى القرين بتاعه، ممكن يبقى الهالة الضوئية بتاعت الشخص. واصبحت حتى مش مجرد الانسان، يعني الهالة الضوئية او الضوء المحيط بقى بيحاصر كل حاجة، تلاقي في بعض اعمال كتيرة الضوء المحيط ده موجود حوالين الرجل والمرأة وحوالين الحيوانات وحوالين المباني وحوالين البيبان والشبابيك وحوالين العمدان وحوالين الجدار. الضوء ده عمال يختلف ما بين الضوء الحاد الشارب القطع شديد جدا، واحيانا تلاقيه دخل على المباني ضوء صفت ناعم يحسسك بإضاءة العصرية بالمغربية. خلطة غريبة أنا ما أعرفش، مش عايز أتكلم عنها، ممكن المشاهد هو يتكلم أكتر مني ويحسها ومعلق عليها والنقاد يتكلموا عنها، لأنها محتاجة، هي في حد ذاتها محتاجة بحث ودراسة. المفروض اللي يغطيها الناقد هو اللي يتكلم عنها وهو اللي يحللها، هي فعلا محتاجة تحليل ومحتاجة دراسة، ممكن تتحقق في يوم من الأيام، الله أعلم.